جد الشمراني المدير التنفيذي للطب الوقائي ومكافحة العدوى بوزارة الحرس الوطني الذي ينضم معنا هاتفيا الآن. أهلا وسهلا بك دكتور ماجد. فيما يتعلق بالموافقة المشروطة التي أعلن عنها رئيس الهيئة، كيف يمكن أن نفهم هذا التعبير؟ يعني لماذا لا تتم الموافقة مباشرة وافتراضيا من هيئة الغذاء والدواء السعودية إذا كان الموضوع قد تمت الموافقة عليه من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية؟ حياكم الله أجمعين وحيا الله الأخوة المشاهدين. طبعا ممكن بس مداخلة أولية بسيطة بعدين أجاوب على السؤال. مبدئيا طول العمر أنه أغلب الأمراض السارية العالمية سواء كان الجدري أو شلل الأطفال تم القضاء عليها بسبب أو جزئيا كشلل الأطفال بسبب وجود لقاح. فوجود اللقاح هو شيء فعال جدا، وعرفنا قيمة وجود لقاح فعال خلال أزمة الكورونا وجائحة الكورونا. نعم. بالنسبة وتسابق العالم أجمعين ومنها المملكة العربية السعودية بتكون من الدول السباقة بوجود لقاح فعال، في عدة أنظمة عالمية تحكم طريقة إصدار عقار أو لقاح يكون فعال بشكل كبير، ويكون دراساتها عادة على مدى سنين طويلة. اللقاحات الآن اللي طلعت منها لقاح فايزر كان عليها دراسات طبعا جبارة ومحكمة وجدا، لكن الخبرة البشرية كانت جدا قصيره، فهذا اللي خلى انه وجود الجائحه بشكل فعال الان في المجتمع سواء على المملكه او عالميا، خلى حكايه انه ما حننتظر لما الدراسات كلها تكمل، لكن الدراسات الاوليه وهي محكمه وقويه وباشتراطات عالميه من منظمه الصحه العالميه واشتراطات دوليه من اللي هي هيئه الدواء الامريكيه وهيئه الدواء ايضا السعوديه، في اشتراطات معينه تضمن المامونيه بشكل كبير وهو شيء اساسي وتضمن الفعاليه. لكن الدراسات حتكون مستمره بعد كده، فبسبب وجود الجائحه وبسبب مامونيه العلاج الاوليه تمام واحتياج الدول وخاصه يعني بعض الفئات من المجتمع لوجود لقاح لانه نسبه الوفيات بينهم بشكل عالي، سبب يعني وجود هذا التصريح او الاعتماد اللي هو يعتبر أولي، لكن الدراسات حتكون مستمرة.